في إطار الهبة التضامنية التي قامت بها غرفة التجارة والصناعة الواحات لولاية ورقلة، قمنا على عاتقنا باتخاذ مبادرة المتمثلة في الاتصال بالمحسنين من المتعاملين الاقتصاديين بهدف اقتناء عتاد طبي هام خاص بالإنعاش، وهذا بناء على احتياجات المؤسسات الاستشفائية. نحن هنا اليوم بمقر غرفة التجارة والصناعة الواحات شهدنا تسليم هذا العتاد الطبي الهام إلى السيد المدير الولائي الصحة نيابة على السيد ولي الولاية. العملية لا تزال متواصلة في الأيام المقبلة إن شاء الله في يعني اقتناء عتاد طبي آخر.